ابن منطقة شعبية، من صغره شقيان وبيجري على اخواته، واشتغل بدل الشغلانة اتنين وتلاتة. اشتغلت محل كشري واشتغلت محل فينو. والده أمين شرطة وجدته سر شهرته. يا ترى حكاية إسماعيل الليثي اللي تصدر ترند على مدار الأيام اللي فاتت، وإزاي رحيل ابنه أثر عليه وخلاه مش قادر يعمل حاجة وبيقضي معظم وقته قدام قبره. على مدار الأيام اللي فاتت اتصدر اسم إسماعيل الليثي ترند محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيل ابنه. إسماعيل مطرب شعبي من مواليد حي امبابة سنة 1989، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية زي جدو نحنوح وأمان يا صاحبي وابن حلال وعنتر وبيسة. إسماعيل من صغره صوته حلو وبيحب يغني، لدرجة أنه كان بيقدم في أي مكان شايف أنه ممكن الناس تسمعه فيه. جدته ساعدته في حياته كتير، لدرجة أنها عملت قرض مخصوص علشانه وعلشان تساعده يغني والناس تسمع موهبته. إسماعيل من صغره ما كانش في بقه معلقة ذهب زي ما بنقول، بالعكس كان متبهدل ومن شغلانة لشغلانة علشان يساعد والدته في مصاريف البيت، لدرجة ان اي جنيه يشتغل بيه يجري على والدته. يعني من الاخر كان ابن بار. اسماعيل غنى في اماكن كتير لحد ما قدر يوصل انه يغني في فيلم القشاش اللي كان وش السعد عليه، وبقى من وقتها مطلوب في كل الافراح الشعبية وعمل فرقة كبيرة والدنيا فتحت معاه وربنا كرمه. اسماعيل كان معروف بزيادة وزنه، لكن مرة واحدة ظهر وهو فقد اكتر من نص وزنه، علشان كده رجح البعض ان هو ممكن يكون خضع لعملية تكميم معدة علشان يظهر في شكله الجديد. اسماعيل اتجوز من الميك اب ارتست شيماء سعيد بعد قصة حب كبيرة بينهم الناس كلها كانت بتحسدهم عليها. اسماعيل خلف 3 ابناء، بنتين وولد. الولد اسمه ضادة، كان مشهور بخفة دمه وكان نفس مواصفات ابوه وشكله بالظبط، لدرجة انك لو شفت ضادة هتلاقيه ان هو نفس شكل ابوه، يعني فولة واتقسمت نصين. اسماعيل كان عنده فرقة شعبية وكان بياخد ابنه معاه كل الافراح، لدرجة ان هو كان بيعلمه الغنى ويقعده معظم الوقت مع الفرقة. لكن الصدمة ان اسماعيل اللي عاش طول عمره شقيان علشان اهله، لدرجة ان هو كان بيشتغل في محل كشري وشوية يشتغل شغال في مخزن دقيق ولف على كل الحرف. اشتغلت محل كشري واشتغلت محل فينو. فقد ابنه رضا في غمضة عين بعد ما وقع من الدور العاشر واختل توازنه. رضا من يوم رحيل ابنه عمل عزا 3 أيام في امبابة، وكمان راح المقابر وقعد يوزع فلوس وأكل ويطلب من الناس كلها تدعي رضا ابنه. مش كده وبس، ده كمان قاعد هناك جنبه ومش راضي يمشي والناس بقت بتروح له على هناك.